طموحك أن تدخل المجال الطبي وتكون تقني تخدير ويصالت، جامعة الكفيل توفر لك هذه الفرصة. قسم تقنيات التخدير في كلية التقنيات الصحية والطبية أسس هذا القسم عام 2022، يسعى إلى تخريج كوادر فاعلة ومشاركة للفريق الطبي في المداخلات السريرية. مدة الدراسة فيه 4 سنوات وباللغة الإنجليزية. قسم تقنيات التخدير في جامعة الكفيل. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.